السلام عليكم الدراري والدريات، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم نظرا للطلب ديالكم. يعني غادي نهضروا على انواع الببغاوات والثمن ديالها في المغرب اللي ناوي انه يربي ببغاوات. مرحبا بك، اليوم غادي يعرف الثمن ديال الببغاوات بلا ما يضحك عليه الواحد. فاي واحد تيربي ببغاوات وبغيتي تشري من عنده ببغاوات يعني على حسب الذوق ديالك، يعني ممكن انه يضحك عليك وممكن انه يقول لك شي ثمن يشير عليك، ولكن اليوم غادي تعرف الثمن ان شاء الله باذن الله. وهذا الطلب ديالكم والاخوان اللي كنت بوستيت واحد سميتو الاختيار، قلت انني غادي نشري طيور، واش غادي نشري بيروش ولا كالوبسيت ولا ليزانس ولا زيبرا. الناس قالوا لي صوتوا لي على كالوبسيت وبيروش. بيروش جبتو مازال ما درتش عليه فيديو، كالوبسيت جبتو مات لي فريخ صغير، ودابا جبت ليزانس وغادي نخلي لكم تصويرته في اخر الفيديو تشوفوا وقولوا لي الراي ديالكم. ومرحبا بكم، يلا معنا الان ببغاء الكروبيو كما تشاهدون في الصوره او الريد رامب. ثمن الكوبله العاديه ما بين 850 درهم الى 1100 درهم. الفرات ديالو هي هذه اللي تتبع لكم في الصورة، تبدا من 1100 درهم الى 2000. ننتقل الان الى ببغاء الكاكاريكي. ثمن الكوبلة العادية تبدا من 900 درهم الى 1200 درهم، هذا بالنسبة للكوبلة العادية. اما بالنسبة للطفرة فهو في الاصفر وفي اللون اخر، فمن 1500 الى 2000 درهم. معنا الآن ببغاء الروزيلا. ثمن الكوبلة من 2000 درهم إلى 3000 درهم. أما بالنسبة ثمن الفراخ 700 درهم للفرخ الواحد. ببغاء روزيلا بانانين 3000 درهم حتى 4000 درهم للطفرة. الفراخ من 1300 إلى 1600. ببغاء الدرة 2500 درهم الى 3000 درهم للكوبلة العادية. اما بالنسبة للطفرة، اما بالنسبة للطفرة فمن 4000 درهم الى 6000 درهم. الفراخ الصغيرة 1500 درهم الى 2500 درهم. ببغاء السنغالي تيجي ثمن الكوبلة من 2000 درهم الى 3000 درهم، يعني مولف على القفازونة. اما اذا كانت مباقيه بالفاكسان ديالها بكل شيء ديالها فتتوصل الثمن ديالها حتى 3500 درهم. ببغاء المولينا من 2000 درهم ل 2500 درهم للكوبلة، الكوبلة العادية. اما بالنسبة للطفرة فمن 4000 درهم حتى 5000 درهم. ببغاء البورك او البيروج الاحمر ثمن الكوبلة تيجي 800 درهم ل 1400 درهم. ثمن الفراخ صغيرين ديال الدريساج من 300 درهم الى 500 درهم. ببغاء الكويكر ثمن الكوبلة 1700 درهم الى 2500 درهم الكوبلة العادية، وهذا سعر في الدريساج وعقله خفيف. اما بالنسبة للكوبلة الطفرة من 800 درهم الى 1000 درهم للفرد. ببغاء الكاسكو ومن لا يعرفه، ثمن الكوبلة من 11000 درهم إلى 20000 درهم. أما بالنسبة لثمن الفراخ فراه هي من 6000 درهم ل 9000 درهم، ولكن تكون باقية بالعاد جي إن ديالها بكلشي ديالها بالمسائل ديالها مقادين. ببغاء الماكاو أو الأرا من 27000 درهم الكوبلة ل 32000 درهم. الثمن الواحد تيوصل من 12000 الى 15000 درهم. هذا الشيء كما قلنا انه يكون بالوراق ديالو بالاد دي ان ديالو بالمسائل ديالو كامله مقاده بالباك ديالو. الى عجبك الفيديو دير لايك سبسكرايب وتفعل الجرس، وشكرا بزاف لكم على حسن التتبع ديالكم وهذا القليب لكم المتتبعين.